اخبار الناس محاضرة المرة اللي فاتت فيها مشاكل مع حد او معانا في الصوت؟ لا انا بس يا جماعة ما بتكلم، يعني ما اتكلمتش شوية اللي فاتوا دول، اعتقد الصوت تمام. طيب انا بس كنت بكتب يا جماعة الفوت ده، كنت عايز الناس ترد لي على الفوتنج ده، لو سمحتوا ردوا لي على السؤال، عشان بقى احنا ان شاء الله النهارده هنبدا نشتغل على نبدا النهارده ان شاء الله يا جماعه نشتغل على مشروع. ثانيه بس يا شباب، انا بحاول اظبط الشيرنج بتاع الشاشه، دقيقه واحده بس. اغلب الناس اللي معانا خريجين تمام، ومعانا كمان ناس ولا مدني. اهلا بيكم يا باشمهندسين. ان شاء الله يا جماعه ان شاء الله. انا بس الاسبوع ده كان عندي شويه ظروف، كنت بخلص شويه حاجات ايديا، فان شاء الله الاسبوع ده يخلص والجاي كمان، الجاي ان شاء الله هنبقى يعني احنا النهارده الاربع، الاربع جاي كمان حصه، ومن بعد كده من بعد الاربع الجاي هيبقى حصتين ان شاء الله في الاسبوع، وهندوس اسرع بكتير يعني ان شاء الله هنلم الموضوع كده في شهر ونص نبقى خلصنا الموضوع كله. لا لا يا جماعه، البرنامج لاي حد، اي حد، بس اكتر ناس هتستفيد منه من ثالثه مدني وطالع. الجيش الجدعان يا باشمهندس ولا يهمك. بشكل كبير، لكن مش زي الناس اللي فوق اللي في مدني وطالع يعني. الشاشة اتشعرت كده يا باشمهندسين؟ شباب كده في صوت؟ في صوت ها؟ تمام. طيب الشير؟ مفيش شاشة لسه، مفيش شاشة. طيب كده يا باشمهندسين في شاشة؟ أعطيكم في شاشة. طيب هتيجي دلوقتي. نستنى بس دقيقة واحدة. اوكي انا اعمل ريفرش. ماشي. طب سامعيني كده يا باشمهندسين؟ سامعيني؟ قاعد اشتغل؟ تمام، كويس جدا. اللي ما عندوش صورة لو سمحت يكتب اتنين بس، علشان الحكاية كلها بتاعتنا النهارده في الشير. يا الله. ماشي يا شباب، حاضر، ثانية واحدة. طبعا انا هغير المتصفح خالص. اوكي انا هغير المتصفح خالص يا جماعة، ثواني. السلام عليكم. في صوت ها؟ طيب كده في شيء يا شباب؟ الحمد لله.
يعني كده في اوتوكاد كده بعد اذنكم. تمام كده في اوتوكاد نبدأ يا جماعة. انا طبعا يا جماعة مش ببقى شايف الشات، فايه كده تمام اعتقد. يلا بسم الله نبدأ. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين، صلاة وأتم الأول ازيكم؟ كله تمام إن شاء الله. أتمنى يكون الناس كلها فكرت في إيه هي. أنا مش شايف ناس، يعني أنا كنت من كام يوم كده طلبت من الناس إن إيه تحط بلان هي متخيلة إن ممكن يكون ده مفيد، إن إحنا ممكن نشتغل عليه. بس الصراحة واحد بس اللي جاوبني على الموضوع، يعني تمام مهندس واحد، وحط بلانين، حط بلان لحاجة 11 دور، وحط بلان تانية لعمارة برضو كبيرة بس تبقى 5 أدوار. تمام. مش عارف اذا كانت الناس ما عندهاش بلانات او ما فكرتش في الموضوع خلال الفترة اللي فاتت، مش عارف ايه يا جماعة اللي فاتت. في حد، اي حد عنده فيها مشكلة؟ مشاكل؟ في مشاكل يبقى 2، مفيش مشاكل. ريفيجن سريعة كده نشوف ايه اللي حصل المرة اللي فاتت. تمام مهندس ايمن، ايه المشكلة اللي عندك؟ طبعا يا جماعه بالنسبه للناس اللي هي اول محاضره دي تحضرها، المحاضره الثانيه موجوده على اليوتيوب، على الصفحه بتاعت على القناه بتاعت الاكاديميه، الناس تقدر تشوفها. في نفس الوقت مش هيكون فاتك كتير، علشان خاطر احنا المره اللي فاتت كنا بس بنفتح الموضوع، بنتكلم عن مقدمات، عن ايه هو المين سيستم. بس افضل ان الناس تتفرج عليه. مهندس ايمن بيقول مش فاهم تقصد ايه، باشمهندس احمد لطفي من الدعم الفني شغال معاكم، الله ينور. تمام بالنسبه للبرامج بس انتوا خليكم معايا على الايفنت، يعني انا مش شايف اي نشاط على الايفنت. الناس طلبت منهم طلب محدش رد عليا. ليه قبل الدارين اللي احنا كنا شغالين عليه في الايفنت التاني موجود. طيب ماشي يا باشمهندسين، احنا كنا قايلين ان السيكونس بتاع الموضوع، لا البرامج بتاعتها مش بتاخد مساحة خالص على السي، ده حاجات بسيطة. اللي بياخد مساحات كبيرة على السي البرامج بتاعت المعماريين، ال 3 دي ماكس، الريفيت، الكلام ده. تمام طيب احنا كنا قبل كده قايلين ان السيكونس بتاع موديل مين سيستم، بعديها بنعمل موديلنج، بعديها اول حاجة بنعمل موديلنج، بعد كده بنعمل لودنج، بعد كده دروينج. تمام احنا لسه في المرحله الاولانيه اللي هي مرحله المين سيستم، متفقين معايا يا باشمهندسين؟ تمام. عن المين سيستم وايه هي الحاجات اللي بتقومك وانت بتعمل مين سيستم. جميل. وقلنا ان ابتداء من المحاضره بتاعت المره الجايه اللي هي المره دي، ان احنا هنبدا نشتغل على مشروع فعلي ونحط المين سيستم، وده اول حاجه في الكورس بتاعنا، اول مشروع فعلي في الكورس بتاعنا، وهو هيكون مشروع انا بفضل ان هو ما يكونش كبير جدا في المساحه. يعني انا هوريكم المشروع اللي جابه لنا مهندس في مشروع هنا جابه حطه مهندس على الايفنت. تمام المشروع رائع بس ضخم جدا. انا الناس دلوقتي شايفه ورايا بسم الله الرحمن الرحيم، الشباب الناس شايفه الصوره
مش محتاج انا اراجع كل شوية الناس شايفة او مش شايفة. ان شاء الله تمام. زي ما انت شايفين هنا البلان ده ضخم جدا، يعني البلان ده تقريبا كده مساحته خمستاشر في حاجة كده، ما شاء الله جبارة يعني. تمام، في ان احنا هنتعلم هنا اكتر، تمام، بس هناخد وقت طويل ما نعملش يعني ايه. انا شايف ان احنا لو تكون المساحة بتاعتنا محدودة، يعني احنا لو عملنا نص الشكل ده، النص بالظبط، لان هو تقريبا ميرور نص ونص، لو اشتغلنا على النص ده هنحله اسرع ونوصل نتقدم في اللي يهمكم الفكره مش المشروع نفسه، لان انتوا المفروض لما انتوا هتقدروا تشتغلوا على اي مشروع ايا كان حجمه. تمام، فاحنا لو اشتغلنا مشروع مش ضخم جدا، متوسط، وبدانا نتطور فيه ونمشي فيه اصلي بيها المشاريع، انا شايف ان ده هيكون افضل من ان احنا نشتغل على بلان كبير. تمام، المتفق معايا يضغط واحد، ولا عايزين نشتغل على بلان كبيره؟ كل الناس، احنا زي ما اتفقنا المحاضره اللي فاتت ان كل الناس هتصمم، كل الناس هتصمم بايديها، وكل واحد عنده كود بيعرف يشتغل بيه هيصمم بيه. بعد كده من اول المره الجايه هيكون الموضوع تفاعلي اكتر من كده، يعني الناس كلها هتبدا تديني ارائها ونتائجها، وده طلع معاها بكام، والرقم ده بكام، ولما دخلت على السيف الداك العمود ده كام، علشان خاطر الناس كلها. كل ما المشاكل زادت كل الناس هتاخده كتدريب، كل ما المشاكل زادت كل ما كلنا استفدنا اكتر، بما فيكم انا، يعني انا كمان هستفيد اكتر لما المشاكل تزيد. تمام، احنا طبعا هنتفق على منشأ واحد، فاحنا دلوقتي تمام، او عندنا المنشأ الثاني هو ده، هو بيت تقريبا من 3 ادوار، مساحته اصغر شويه، مش عارف عليه، مفيش مشكله. انا شخصيا شايف ان احنا نشتغل على ايه، مشروع الفيلا اللي هو الانقل بتاعته اللي كنا شغالين عليه في الايفنت اللي قبل ما نيجي هنا على الدارين، وده المشروع التاني. انا شايف ان احنا نشتغل على المشروع التاني. لا، الموضوع ما فيهوش اسهل واصعب يا جماعه، على فكره الموضوع ما فيهوش اسهل واصعب، كل الافكار واحده. خلاص ماشي، نشتغل على الفيلا. على الفيلا يا جماعه، اتفقنا؟ خلاص اوكي، اوكي، يبقى الفيلا ده يا جماعه الفايل، الرابط انا كنت حاطه على الايفنت بتاع الكورس، هتلاقوه موجود، وهتلاقي ناس كتير عامله عليه لايكات وكومنتات، الناس كلها تنزله وتبدا تشتغل على الاول، علشان لو ما اشتغلتش بايديك يبقى الموضوع ملهوش لازمه يعني. ماشي يا شباب، اذا نبتدي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. دي يا جماعه ايه؟ دي الموضوع بيبدا ان انت بيجي لك الرسمه دي من المعماري. ايه بقى الرسمه دي؟ الرسمه اللي جايه لك من المعماري دي بتكون واجهات وقطاع وكام بلانه، تمام، هيكون فيها كل حاجه ان شاء الله يا باشمهندس. تمام، يبقى اول ما يجي لك البلان من عند المعماري، انت علشان تعمل مين سيستم مظبوط وتصمم المنشأ ده كما والامان مظبوط، فانت لازم تفهم المنشأ كويس، يعني لازم
لازم كده تعرف كل حته فيه ليه والا والارض دي هنا مايله ليه وهنا في شباك ايه، او تعرف دي لوحه ايه وبتعمل ايه. تمام، هنا اللوحه اللي احنا اول لوحه كده من على في الرسمه اسمها لوحه القطاعات. لوحه القطاعات بتلاقي المعماري عامل لك فيها قطاع في المبنى، قاصص في المبنى، موريك البلاطه والحيطان والبيبان وتلاقي جلسه الشباك، وكاتب لك سقوط القمر اللي انت تقدر اقتراحه لسقوط القمر، وتلاقيه بيكتب لك منسوب الدور الاول منسوب الدور الثاني. ده من هنا انت تعرف ان ايه، ان منسوب الدور، ان ارتفاع الدور كم متر، ارتفاع عمودك انت هيبقى كم متر. اوكي، بيبان في عزل في اخر. تمام، كل التفاصيل دي بتبان في القطاع، بيبان في المناسيب بتاعة المدخل، المنسوب بتاع ال بيبان في المناسيب بتاعة الدخول. اوكي باشمهندسين، تمام. طيب تاني لوحة هنا كده مقابلانا، عندنا لوحة ايه، عندنا لوحة تمام. لوحة الواجهة دي باين ان انت عندك من جنب الارض عالية شوية، ومن الجنب التاني واطلك لك المدخل من الجنب ده على ليفل صفر. وبعد كده الليفل بتاع اول الدور على بلس 90. طيب وشبابيك ومش عارف ايه او روح. الناس معايا يا شباب؟ جميل. طيب في كمان واجهة. طب ما احنا هي الواجهة دي من قدام ودي من ورا. طب الواجهة دي اكيد من الناحية دي، يعني اكيد الواجهة دي من الجنب ده، علشان دي اللي فيها دور اتنين تلاتة اربعة. يبقى الواجهة دي فيها دور اتنين تلاتة اربعة، وفيها باب كبير من هنا من اللي عند المدخل. تمام، قصاد الناحية التانية، والواجهة القصاد هي الواجهة الأساسية بتاعة الفيلا، اللي هي ده كده على ليفل 90، وهنا ده كده ليفل 0، وده كده وشبابيك في الواجهة وكلام جميل جدا كده. تقريبا بصينا كده على الواجهات بتاعة المنشأ. طيب خلينا ندخل بقى ايه على البلانات. بلانات يا شباب، طبعا انت بعدد الادوار هتشوف عندك بلانات، والا اذا كان عندك في ادوار متكرره فهيكون لها بلان واحد. يعني انت مفترض بيك انك تلاقي لكل دور بلان، الا اذا كان في ادوار شبه بعضها تيبيكال. خلاص ده دور تيبيكال، ده هيقول لك ده اسمه متكرر، ده للدور الخامس والسادس هما تيبيكال. تعالوا كده نشوف اول لوحه دي مقابلنا ايه. دي لوحه الموقع العام. الموقع العام دي يا جماعه بيقول لك فيها ايه، جاي بالسطح بتاع البيت، اعلى نقطه من البيت، يعني شايف الارميد زي ما انتم شايفين كده، شايف الشجر تحت تمام، وشايف السور الخارجي بتاع الفيلا. جميل، وشايف الرمب بتاع الجراج ده، رمب بتاع الجراج الازرق ده تمام. وادي حلو قوي، ومديك المنسوب اعلى منسوب 37، ده اللي هو الارضيه بتاعت السطح، وهي 30 ده سقفها اللي لها الارض. طيب جميل. طيب ايه بقى ده الثانيه، مسقط افقي للدور السطح، دور السطح. طيب ايه بقى عندنا في السطح، في ايه لازم تركز بقى كده وتقول السطح. ادي كده مدار السلم، وادي كده جماعة الشير مش شغال. ها طب نجرب تاني.
يا جماعة بس بنشوف الشير ايه تاني اللي بيقرا فيه. في شير يا جماعة؟ شير يا شباب؟ تمام، نرجع تاني للأوتوكاد. شير 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 شير، واحد واحد واحد. جماعة بعد إذنكم خلونا نعمل اتفاق، لما الصوت تمام هنكتب واحد، لما الشير تمام هنكتب ثلاثة، لما مفيش يبقى اتنين. أوكي، بس عشان أنا متلخبط ما بين صوت وشير. ها، شير ثلاثة يا شباب. أوكي، 13. حلو، 13 ده تمام. ماشي، نرجع للاوتوكاد. طيب من اول هنا بقى، من اول ما تدخل في البلانات فده بقى شغلك بدأ. تمام. طيب، فانت بقى المفروض تركز تفهم بقى ايه بقى السطح ده ماشي ازاي. طبعا عندك حاجتين اساسيين في المبنى بيفضلوا شغالين معاك من تحت لفوق في غالب المباني يعني. تمام، المنور لازم يبقى فاتح لحد لحد فوق علشان يبقى منور. اوكي، طيب، والسلم اكيد لازم تبقى فاتحه لحد فوق الا اذا كان المبنى ليه ظروف خاصه يعني علشان يوصلك لاعلى ليفل في المبنى. تمام، فادي كده ايه المحور بتاع البيت، ادي كده المنور وادي كده السلم. تمام. والله ده المدخل بتاع السطح، هتدخل كده عندك هنا غرفه اهي شكلها متغطيه بارميد، سقف عليه ارميد ومساحه مفتوحه. جميل جميل. وفي في الاخر كده ايه بقى، زي ما تقول مخازن، غرف كده في الاخر، اوض كده في الاخر، في اخر الايه، في اخر الفيلا اللي هي طالعه في الواجهه العاليه لو انتوا فاكرين. طيب خلينا نفهم كمان ايه كمان عندنا. البلان التاني، البلان التاني ده بتاع ايه، مسقط افقي للدور الاول. مسقط افقي للدور الاول، بالراحه نركز كده في الموضوع. ادي عندنا سلالم طالعه كده، ادي باب وادي باب. تمام، طبعا ندخل من الباب ده، عندنا هول جميل، صاله كبيره ابعادها كبيره، عندنا 6 متر 90. طبعا لازم انت مهندس انشائي دلوقتي ضروري تبقى بتبص جدا للابعاد. اذا عندك 6 متر 90 ده بحر كبير. تمام، طيب 6 متر 90، وعندك البحر ده كده كام، مش كاتبه ولا ايه؟ لازم يكون كاتبه اهو، 6 متر 25 27، برضو بحر كبير. تمام. بندخل كده في طرقة كوريدور يدخلك بيوزعك على المطبخ، وبعدين يوزعك على كوريدور صغير يدخلك على حمام، وبعدين تكمل في الكوريدور، الكوريدور يدخلك كمان على أوضة نوم، وبعدين كمان أوضتين نوم ورا، وفي كمان تواليت كبير هنا. يبقى وهنا في كده حيطه شكلها ايه، الشقه الفيلا مقسومه شقتين من فوق. تمام، يبقى احنا عندنا مدخل وكوريدور، كوريدور بيوزعك على مطبخ ونوم وحمامين. جميل. طيب الناحيه التانيه، الناحيه التانيه واضح انها برضو هول ومطبخ، كوريدور بيوزعك على مطبخ وحمامات ونوم، ميرور لنفس الشقه الاولانيه. تمام باشمهندسين. جميل، هنفهم دلوقتي ايه لازمه بقى ان احنا نفهم المبنى، ندخل كده جواه من المعماري. طيب هنا ده دور الارضي، ده المدخل. جميل، دخلنا ادي كده المدخل. هنا في هول كبير غير الهول اللي كان فوق. انتم ملاحظين احنا هناك البلان الاولاني ده بلان الدور الاول. تمام، هنا ده بلان الدور الارضي. طيب بلان الدور الارضي دخلنا، لقينا ان احنا عندنا ايه، لقينا ان احنا عندنا عندنا هول كبير كام، 12 متر 25،
الناس تركز في المسافات الكبيره دي، لان احنا اللي هنغطي المسافات دي. احنا دلوقتي عايزين نخترع تغطيه بلاطه محترمه تقدر تغطي المسافه دي، في نفس الوقت واضح ان المعماري مش عايز فيها اي سقوط. تمام. طيب وعرضها كام؟ عرضها كام؟ عايزين بعد هنا يحط لنا العرض اهو 5 متر. يبقى احنا عندنا هول اول ما تدخل في الجراوند فلور عندنا 12 وربع في 5 متر. كويس. طيب بعدين المبنى ماشي ازاي؟ بيمشي كده، يدخل كده فيه، بيكمل الصالة كده، الهول ده بيكمل بريسبشن كبير جميل. وبعدين هنا من الريسبشن ده يتوزع بيك حمام. طيب يا ترى الحمام ده في نفس المكان بتاع الحمام اللي فوق؟ يعني هما تيبيكال فوق بعضيهم. وبعد كده المطبخ، هو اصلا كان فوق، كان المطبخ هنا. هنفهم بقى الحاجات دي هتأثر ازاي معانا دلوقتي، بس خلينا نفهم الاول المعماري عايز يعمل ايه. تمام جميل. طيب حمام ومطبخ والمنور، وادي كمان حمام، وبعد كده كوريدور مكمل، و عندك ايه؟ عندك نوم كبيرة ومعيشة، وكوريدور بيدخلك لأوضة نوم، ودواليب في غرفة ملابس، وأوضة ماستر معاها تواليت، و وتكمل كمان على أوضة نوم، وكمان أوضة ماستر في الآخر أهي، فيها أوضة ملابس وتواليت، أوضة نوم كبيرة بابها أهو. تمام. كل ده يعني البيت عامل كده زي ال، هنلف كده دايرة يعني، جاي كده 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 كده. تمام. لحد هنا في أوضة ماستر فيها غرفة ملابس وفيها تواليت. جميل. طيب فاضل كمان بلان. فاضل كمان بلان. بلان ايه؟ بلان البدروم. طيب خلينا نفهم ايه موضوع البدروم. موضوع البدروم، طبعا البدروم واضح ان هو جراجات. طيب اوكي، الجراج ده ماشي ازاي؟ المعماري بيحاول ان هو يفضي له مساحة فاضية. تمام. وعامل غرفة حارس، الهول اللي كان فوق في الارض مفتوح كله على بعضيه، قسم قطع منه حتة وعاملها غرفة للحارس. وبعد كده في هنا مدخل للسلالم علشان يطلع لفوق. جميل. طيب و كل ده جراج، جراج، اوض النوم الكبيره والمطبخ والحمام اللي كانوا في الدور اللي فوق بقوا جراج. جميل. وبعدين في جيم، وفي مخزن، وفي مخزن معانا يا شباب. الناس موجودة؟ تمام. طيب الناس يا جماعة، عايز أسأل سؤال. احنا دلوقتي كل اللي احنا عملناه ان احنا قعدنا نلف في المبنى ونعرف ده ايه وده ايه، ودي أوضة نوم، ودي ايه لازمة الموضوع ده؟ يعني اللي عنده عايز حد يناقشني يقول لي هو انت ليه عملت كده؟ يعني ايه اللي انت هتستفيده يعني؟ اللي عنده إجابة كده يا جماعة يقول لي. مظبوط. مش فكرة مبدئية بس يا باشمهندس، ده انت لازم تتعمق في الموضوع، لازم كده ايه تنام تفكر فيه. كويس قوي. طيب يا جماعة انا عايز أسأل سؤال مهم. تفتكروا الأصح ان انا أبدأ اعمل الاول المين سيستم بتاع العمدان، يعني احط العمدان اللي ما بتتقاطعش مع الأدوار، ولا احط الاول المين سيستم بتاع البلاطات واحل واحط كده الاول فكرة مبدئية، وبعد كده أبدأ اوفق الامور على بعضها؟ لو الحل الاولاني ان انا احط العمدان الناس تكتب 5، لو الحل التاني اللي هو ان انا ابدا احل بالبلاطات الناس تكتب 7. الاعمده موجوده اساسا ما اختلفناش، بس دي كلها مجرد اقتراحات من المعماري.
يعني انا يعني يمكن دلوقتي قابلنا في الشغل ووريك ان في عمود ليه ده محطوط هنا، يعني ده ينفعنا ليه، يعني يعمل ايه، احط الاعمده الاول عشان خاطر احكم على البلاطات. طب ما البلاطه هي اللي بتحكم لي العمود، يعني انت مثلا في المنشآت اللي زي كده ماشي، وجهة نظر، خلينا نشوف بس، هنحط الأعمدة وبناء عليه نحدد البلاطات. طيب حدد النظام الإنشائي على حسب الإسبان، يعني اعمل البلاطات الأول. حلو بقى، حلو الإجابة دي، التفكير الاتنين مع بعض، لان التفكير في الاعمده بيكون مع التفكير في السقف. تمام، هو ده تحديدا اللي انا عايز اوصل له. هو يا جماعه في الحقيقه ما فيش حاجه فيهم اصح من التانيه، كل بني ادم في الدنيا ليه طريقه، ليه منهجيه في التفكير. يعني انا هقرر ان انا اجرب الاول احط العمدان، بس كمان ما تكونش دماغك محجره وانت بتحط العمدان ومش بتبص ابدا للبلاطات، تمام، ولا تكون وانت بتحط البلاطه دماغك محجره وما بتبصش خالص للعمدان، لا، انت خلي دماغك شغاله في الاثنين، يعني هو بص لدي ولدي، بس طبعا هيتعبك الموضوع شويه في انك ايه، في انك ازاي تطبق العمود. ساعات بيفرق معاك علشان بيتحرك في اكتر من سقف، في السقف الاول، سقف المتكرر، فانت في الغالب بتبقى خايف ان هو ينزل تحت. مثلا انت حطيته هنا عاجبك هنا في الدور الاول كويس، لكن انت بتبقى خايف ان هو ينزل في الدور الارضي، ينزل يقفل باب، يقطع، يجي في نص اوضه، تمام. ففي الحقيقه انت مش بتحل كل المشاكل دي مع بعضها، انت بتحلها بالتدريج. فانت حل مشكله العمدان لوكالي، يعني كده ايه، مع السقف الاولاني، مع اول سقف وانت بتحله اللي هو اعلى سقف، تمام، حل السقف مع العمدان بتاعته، وغير وقلب وشوف ودور، اعمل كل اللي انت عايزه، وبعد كده تيجي واخد السقف حطه على السقف اللي تحت منه وتشوف انت بوظت ايه، عملت ايه، وتشوف تحطه على السقف اللي بعد منه وتشوف انت بوظت ايه وعملت ايه. او في فكره تانية، انك من الاول كده تيجي عامل ايه، تيجي حاطط البلانات فوق بعضيها علشان تشوف هو والله إيه الاختلاف فين، العمدان راكبه على بعضها كده، طب نشيل ده نحرك ده، طب لو حركنا ده هيطلع فين هنا، تمام. طيب تيجوا كده نروح نعمل الموضوع ده في الفيلا. لا لا، في شير يا شباب، في شير، بس انا اللي على الصفحه الاساسيه. انا هفتح الاوتوكاد وارجع اشوف الناس كاتبه ثلاثة علشان تبقى عشان اتاكد ان الشير شغال. الناس كاتبه ثلاثة، الشير شغال، تمام، الله ينور، كويس. طيب تعالوا بقى ايه، نرجع الموضوع. طيب مبدئيا كده يا شباب، مش لطيف ان انت تقعد، نعمل ايه طيب علشان ايه، نهدي اللوحه كده شويه، حد عارف لنا امر كده في الاوتوكاد نهدي بيه اللعبه شويه على اللوحه؟ يا جماعه امر كده، امر ممكن نحطه، نظبط اللوحه كده، اللوحه تهدى كده شويه ونقدر نشتغل عليها. بطفي اللاير، لاير ايزوليت، تمام، ايه كمان، لي اوف، تمام، جميل، مظبوط، تمام. انا ليه يا جماعه بسأل؟ علشان خاطر ننور لمبه كده جوه دماغ كل واحد ان في الاوبشن ده ممكن يتعمل، وبالتالي في ناس تجاوب، وبالتالي في ناس اكتر تستفيد. احنا هنعمله بالظبط، احنا هنعمل يا ليه اوف يا ليه ايزو، هتمشي معانا ازاي؟ احنا هنعمل يا سيدي لي اوف، تمام، وفي شباب كتيره كتبوا اللي اوف السبيل بتاعها على الشات لو حد ما يعرفش الامر، تمام. طيب نطفي ايه، اول حاجه نطفي الكلام ده، ونطفي الابعاد الصغيره دي، شفتوا اللوحه حرقت ازاي، ونطفي الحاجات دي، ونطفي الحاجات دي، ولو نعرف نطفي البيبان والحاجات بتاعتها دي يبقى لطيف. ايه اللي اتطفى مع ال لاحظوا يا جماعه ان الايه، ان بتطفي معاها اللايرز، الحروف دي، تمام، مش مشكله برضو، نو بروبلم.
طيب نطفي الفرش ده، نطفي الكلام ده والكلام ده والكلام ده، ونطفي الباب ده، ما بيطفيش، مش مشكلة. احنا كده يا جماعة ضلمنا الدنيا خالص كده، بقى عندنا اللوح زي ما انتوا شايفين كده، ايه يا دوب في مكان الباب وفي مكان شباك. انا ليه مخلي الباب والشباك؟ عشان خايف ان انا وانا بعمل مين سيستم ولا حاجة اقفل حاجة يعني، انا كان نفسي اشيلهم بس مش مشكلة. تمام، وفي عندنا السلالم، في اماكن المنور مفتوحة، جميل. طبعا عشان ما نبوظش اللوح المعماري ودايما يكون عندك ريفرنس يعني، فانا افضل انك ايه، انك تاخد كده من كل بلانة، من كل بلانة تاخد كده ايه، كوبي. ناخد كده كوبي من البلانة دي، تمام، وناخد كمان كوبي من بلانة البدروم. تمام، كوبي من بلانة الأرضي، كوبي من بلانة السطح. جميل، نزوم هنا كده بقى ايه، ننظف البلانة كده، شيل يا عم الحاجات دي، شيل كل الكلام ده، لا الكلام ده يلزمنا. تمام يا شباب معايا، اوكي معلش المواضيع دي بتاخد شوية وقت، بس خلاص احنا خلصنا اهو. اوكي يعني تقريبا كده ايه، نخليهم كده على ليفل واحد، نعمل لاين كده علشان ايه، يبقى نبقى شايفين، هخليهم يعني كده كلهم على ليفل واحد. تمام، من نقطة واحدة نعمل دي موف، هاتها كده من النقطة دي، اوكي تمام. يعني كده تاني، ماشي يا شباب، ناس معايا، واحد مش عايز حد ينام، ناس نامت، ناس نامت، الله ينور. ماشي طيب، نبدأ يا جماعة نفكر، عايزين نفكر، وفي حتة هنا ناس كتير جدا بتتلخبط في الحاجة دي، عايز اثبتها لكم. ايه بقى يا جماعة، انت دلوقتي، احنا دلوقتي يا جماعة، وانتوا كل واحد كده قاعد في بيته، تمام، انت ساكن في الدور الكام؟ انت مثلا ساكن في الدور الثالث، تمام، يبقى انت قاعد على سقف مين؟ على سقف التاني. حد عنده شك في الموضوع ده؟ حد عنده شك في الموضوع ده يا جماعة؟ تمام، كويس أوي. طيب يبقى احنا دلوقتي لما نيجي نصمم
لما نيجي نصمم البلاطة بتاعت السطح، البلاطة بتاعت السطح معايا كده؟ تمام. يبقى شايلة فوق منها ايه؟ انا عايز الناس ترد عليا. ادي دي يا جماعة، ده السطح، ده السطح، وده الدور الارضي الاول. تمام، كويس قوي. يبقى بلاطة السطح شايلة فوق منها ايه؟ طب علشان برضو الناس تعرف ترد عليا، مظبوط. السطح يا جماعة فيه فوق في مكان فاضي كده واسع كبير، وفي السلم، وفي شوية مخازن. تمام، جميل. الدور الأرضي في شقة ميرور، يعني من شقتين، الدور مقسوم شقتين، الدور الأول، سوري، الدور الأول دور مقسوم شقتين، والشقتين ميرور. تمام، أدي مدخل وبيتوزع كده. طيب أنا لما هاجي أصمم البلاطة بتاعة السطح، البلاطة بتاعة السطح، يبقى البلاطة دي شايلة إيه يا جماعة؟ شايلة المخزن، المخزن وأحماله الحية، وتمام كده. مسمى بلاطة السطح، مش فاهم تقصد ايه. مباني، اللي هي انهي مباني؟ اللي هي المخازن، متفقين؟ تمام. كويس قوي، جميل. لما انا اكون عايز اشيل المخازن، اللي هي حيطان المخازن، عايز احط تحت حيطان المخازن كاميرات ساقطة، صح كده؟ ده مثلا بفرض ان انا هعمل سوليد سلاب، ها خليكم معايا دلوقتي شويه كده. يبقى كاميرات السقطه هتسقط فين؟ هتسقط عند الناس اللي ساكنين في الدور الاول، صح كده ولا غلط؟ ايوه، سقف الدور اللي تحتها، اللي هم الناس اللي ساكنين في الدور الاول. يعني الناس اللي في الدور الاول لو ما كانتش الحيطان بتاعت المخزن اللي فوق والحيطه بتاعتهم على بعض فوق بعض، هتلاقي هيكونوا شايفين الكاميرا ساقطه عندهم كده في حته مش تمام، ففي نص اوضه مثلا، او متشفته شويه عن الحيطه وهكذا. معايا يا شباب؟ الناس اللي معايا تكتب واحد، الناس اللي فاهماني تكتب واحد. جميل. تمام. طيب ولو كانت الحيطان بتاعت الدور الأول مش متطابقة مع حيطان الدور الأرضي، وإحنا قررنا إن إحنا نعمل سوليد سلاب، هيبقى في إيه تحت عند الناس اللي في الدور الأرضي؟ هيبقى في كاميرات ساقطة، الناس هتبقى شايفة كاميرات. تمام، وده من الحاجات الغير مقبولة، وده من الحاجات الغير مقبولة وانت بتعمل مين سيستم، لان مش معقول انك هتشوه اصلا. يعني حتى لو انت قبلت، هيجي المعماري وهو بيشيك على الشغل، او مهندس هو جاي هيقول مين الحمار اللي عمل كده ببساطة، يعني معلش من غير زعل، بس غير وردة يعني. تمام. يعني يعني انت بوظت الدنيا خلاص، ايه اللي نزل لي في النص ده؟ تمام، الا طبعا يا جماعه في حاله كده ايه بتساعدنا شويه. ايه هي الحاله دي؟ ان يكون عندك فول سيلينج. حد عارف يا جماعة؟ حد يا جماعه عارف الاسف المعلقه الفول سيلينج؟ لا، فول سيلينج اسقف معلقه، انا لسه ما اتكلمتش عن الكاميرات والتفاصيل. الأسقف المعلقة دي يا جماعة بتكون لما بيكون السقف الصناعي أو الأسقف المستعار، الجيبسون بورد، كل دي صح. الأسقف المستعارة دي يا جماعة بتشفع علينا شوية، إن إيه؟ إن أنت بيكون عندك ما بين السقف الخرسانة بتاعك والسقف الحقيقي المستعار اللي الناس هتشوفه، بيكون عندك كده مسافة بتاعت تختلف من مشروع للتاني على حسب الضغطات بتاعت الـ AC بتاعت التكييف. تمام، ممكن تبقى 1.2 من 10، ممكن تبقى 3 متر، ممكن تبقى نص متر، بس موجود في المولات، مظبوط.
فده بس يعني بيبقى عندك حاجه كده تشفع لك ان انت تسقط كاميرا، تعمل مش عارف ايه، مش مشكله. ليه؟ لانها في الاخير مش هتتشاف، بس لازم تراعي بتاع التكييف. عشان ايه؟ عشان بتاع التكييف ممكن يعدي لك الضغط بتاعه في نص الكاميرا او في الكاميرا من تحت، يضيع لك الكاميرا، تبقى الكاميرا مش شغاله. تمام يا شباب؟ تمام. جميل قوي. طيب يلا يا جماعه، يلا ايه، يلا نحط مين سيستم للموضوع ده، لاول بلاطه اللي هي بلاطه. انا هقرب دي كده شويه عشان خاطر انت لما تيجي تحط مين سيستم للبلاطه بتاعه السطح، فانت لازم تكون عينك على السقف بتاع الدور الاول. ليه؟ لان الناس دي هي اللي هتتضرر. كويس كده. طيب تفتكروا يا شباب، تفتكروا يا شباب احنا عشان نلم الموضوع ده كده بسرعه ونعمل انجاز، نعمل ايه؟ انا عايز اشيل ارميد ده لانه هي الصراحه ازعجني، يعني شكله كده مالي الدنيا من غير لازمه. تمام. تفتكروا يا شباب نبدا منين؟ انا شخصيا شايف، سيبوني بقى ايه اتكلم شويه، انطلق شويه. انا شخصيا شايف ان احنا نيجي عاملين بلوك. تمام. الاول خلينا ناخد كوبي من ده، ادي كده كوبي، هناخد كوبي من ده كده يا شباب، ونيجي عاملينه كله على لاير واحده، ولتكن مثلا اي حاجه لونها ضارب كده شويه، او حتى من غير ما نعمل لايرز احنا ممكن نحطها في الوان، نخلي كلها لونها احمر. ماشي يا شباب. جميل. وبعد كده عايزين نعمل لها بلوك، هنسمي البلوك ده روف. هتفهموا دلوقتي انا بعمل كده ليه. لاحظوا على فكره ان هو هنا يونت ليس، البتاع كلها يونت ليس. تمام، مش مشكله. بيقول لك ايه، حدد الايتمز، ادي الايتمز بقيت بلوك. تمام كده. طيب انا هاجي ايه، هاجي واخد البلوك ده كده كوبي، وامسكه من النقطه دي. شايفين يا جماعه انا مسكته منين؟ وهاجي يا جماعه رايح حطه هنا. اكتشفنا ايه يا شباب؟ الشباب اللي معايا اكتشفنا ايه؟ انا مخلي الصورة كده شوية علشان الناس كلها تركز معايا وتشوف كده اكتشفنا ايه، وتكتبوا لي على الشات اكتشفنا ايه. تمام. هي مش نفس التقسيمة بس الاختلافات بسيطة. هنشوف دلوقتي ازاي هنداوي الاختلافات دي. تمام. في كاميرات هتسقط في الأوضة، صح. ايه كمان؟ تمام. الناس ايه، مفيش غير معايا 2 باشمهندسين، اسلام واحمد. ايه فين الناس؟ ارجع تاني الاوتوكاد طيب عشان تركزوا شوية. نرجع الاوتوكاد. اوكي، ادي يا جماعه الاوتوكاد. ها ها يا شباب، تمام. طيب خليني انا اكمل كلام. هنلاحظ يا شباب ان احنا عندنا اغلب الكاميرات اللي بالطول دي متطابقه، ما فيهاش مشكله، اللي هي بطول المبنى، لكن اللي بالعرض كلها جايه في نص الاوض، كلها جايه في نص الاوض. تمام. طيب عندنا اي مشاكل من نوع تاني؟ كل حاجه بعد كده متطابقه مع بعضها، مفيش اي مشكله في الموضوع.
طبعا يا جماعة في مشكلة كمان لازم الناس تكون واخدة بالها منها، ان دي كمان أوضة، دي هنا كده في أوضة اللي هي اللي مبني عليها الأرميد اللي هي في الواجهة اهي اهي، دي حيطة يعني، الأرميد ده مبني على حيطة، صح ولا أنا غلطان؟ هنا كده في حيطة، أنا مش عارف هي ممكن يكون مكانها فين بالظبط، بس لازم نعمل حساب إن هنا في حيطة قطعة كده، تمام يا شباب؟ الناس معايا؟ واحد يا جماعة، مش عايز الناس تنام. مظبوط، في أعمدة مترحلة على الحيطة، هنحل مشكلتها دي، بس هي ستيل لحد دلوقتي الأمور ماشية مع بعضها، يعني البلانين دول بالتحديد ماشيين مع بعضهم، العمودين المترحلين دول هنشوف مشكلتهم فين، يعني هم يمكن أصلا بادئين من الأرض مترحلين كده، أو الحيطة داخلة طالعة لبره شوية. طيب يا جماعة، الحل الأمثل علشان نحل المشاكل اللي احنا فيها دي، تمام، إن احنا نشوف حل. خلونا بقى ايه، خلونا كده نموف دي بقى، نرجعها تاني كده مكانها عشان بقى ايه الدنيا تروق كده، او حتى ندلتها. هي عم دي ليه؟ تمام، يبقى احنا كان عندنا هنا حيطة هنا كده في مكان ما هنا، تمام، وكان عندنا هنا اهو كمان حيطة، انا بس بعمل انديكيشنز، وكان عندنا هنا كمان حيطة، تمام، بس وكان عندنا هنا كمان حيطة. كان هنا كمان عندنا حيطة هنا كده وحيطة كده. طيب يلا بقى يا جماعة، ايه احنا كده عرفنا السقف ده ايه المشاكل اللي جاية عليه من فوق، تمام، ما عندناش مشاكل تانية غير كده، الحيطة اللي بالعرض دي والحيطة اللي بالعرض دي والحيطة دي والحيطتين دول، تمام. طيب تعالوا بقى نحله من تحت، احنا كده مشاكله من فوق فهمناها خلاص، مشاكله من تحت ايه بقى؟ ايه يا جماعه المشاكل اللي هتقابلنا من تحت من الدور الارضي، من الدور الاولاني الاول، ايه المشاكل اللي هتقابلنا من تحت؟ المشاكل يا شباب اللي هتقابلنا من تحت ايه هي؟ البحور، البحر بتاع البلاطه، باشمهندسين صباح الفل يا شباب، البحور الكبيرة، وإيه كمان؟ البلان بيروح، أنا بجيبه تاني عشان الناس تبقى معايا على الشات، أنا مش عايز يا جماعة أقعد أرغي 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 وأنتوا بتسمعوا، ما أعتقد إن الطريقة دي المفروض إنها تكون خلصت خلاص، بطأ يعني، أنا متخيل إن مفيش تعليم كده بقى خلاص، يعني نقعد نرغي ونحفظ وبتاع، لا الناس كلها لازم تقول معايا. طيب يا جماعة احنا مشاكلنا تحت هنا هي البحور الكبيرة، تعالوا بقى نشوف احنا ايه هنا مشكلتنا، تعالوا مثلا ناخد كده دايمنشن ونقيس كده المكان ده، نعمل كده اف 3 6 متر وربع يا شباب، وهنا 7 متر. تفتكروا يا شباب البلاطة دي نعملها ايه؟ انا هخلي الناس تجاوب كلها مرة واحدة، البلاطة دي نعملها ايه؟ سوليد، مين اللي بيقول سوليد؟ فلات وسوليد، والناس مصرة على فلات وسوليد، في حد بيقول هوردي، سوليد، هولو بلوك، فلات. طبعا بصوا يا جماعة، خلينا نمشي في الحاجات واحدة واحدة، بالنسبة للسوليد ممكن، طيب خليني اجي هنا بقى، احنا دلوقتي يا جماعة عندنا بلاطة بالحجم ده 6 وربع في 7، تمام، وهنا كمان 6 وربع في 7 لانها ميرور، تمام. والله يا جماعه في وجهه نظري ان افضل حل ليها هنا، بلاش اقول وجهه نظري وافضل حل، خلينا نبدا حل حل. اول حاجه الناس قالت سوليد سلاب، ليه يا جماعه هنا ما ينفعش سوليد سلاب؟ لان السوليد سلاب بعد الستة في ستة، بعد 5.5 في 5.5، يعني ما بين الخمسه والسته بتبقى خلاص ما بقتش كويسه معاك، ليه؟ لان بيكون السكنس بتاعها زاد، الديفليكشن بتاعها بيزيد، فانت بتضطر تزود السكنس، ومن هنا بتبدا يبقى البلاطه مش عمليه معاك، بقت خلاص طالما السكنس بتاعها
طالما السكنس بتاعها زاد عن ال 16 سنتي، معناه ان انت محتاج تحط شبكه حديد اضافيه للشرينكج. معنى ان انت تحط شبكه حديد اضافيه للشرينكج يبقى انت عامل بلاطه فيها شبكتين حديد ومش شغاله فلات، مش شغاله مع بعضها كويس، وتقيله وما بقتش عمليه ودفعت فيها فلوس كتير من غير لازمه. تمام معايا يا شباب؟ متفقين على الكلام اللي انا بقوله ده؟ متفقين؟ طيب جميل. طيب الحاجه التانيه ان احنا نعمل ايه؟ فلات سلاب. طيب اوكي والله يا شباب، فلات سلاب احلى حل ليها انها تكون كونتينوز بلاطه متصله. يعني ايه؟ يعني احنا لو عملنا السقف ده كله فلات سلاب يبقى حل جميل. ليه؟ لان الفلات سلاب بتستفيد جدا من ايه؟ من انت بتستفيد في الفلات سلاب انها بتعدي على كذا سبورت، فترفع المومنت شويه، تعلق المومنت شويه. تمام؟ لكن احنا في الحاله بتاعتنا دي عندنا هنا بلاطه صغيره، وهنا كمان بلاطه صغيره، وهنا بلاطه صغيره، بلاطه صغيره، بلاطه صغيره، بلاطه صغيره. تمام؟ يبقى احنا في الغالب الحته دي لو عملناها فلات سلاب هتبقى بتكلفنا على الفاضي وهتزيد، لان انت هتلاقي هنا على طرف البلاطه في مومنت عالي، وفي نص البلاطه في مومنت عالي. لا سوري، هيبقى في نص البلاطه بس في مومنت عالي، على الطرف لا ما فيش مومنت عالي. وبما ان احنا عندنا فرصه كده كده ان احنا نعمل كمرات داير ما يدور البلاطه، يبقى ليه اعمل فلات سلاب؟ معايا يا باشمهندسين ولا لا؟ تمام. هو يبقى لو هول بلوك افضل. طيب تاني، انا هحكي تاني قصه الفلات سلاب دي. احنا دلوقتي يا جماعه فلات سلاب افضل حاجه فيها انها تكون بلاطه متصله. يعني ايه؟ يعني مساحه كبيره، عمدان بالطول وبالعرض كتير، ست سبع عمدان كده بالطول وست سبع عمدان بالعرض، نيجي عاملين فلات سلاب تشتغل تمام. ليه؟ علشان النيجاتيف مومنت بتاعها بيعلق البوزيتيف مومنت، الفكره بتاعت التعليق اللي هي بتقلل شويه في الايه، في قيمه المومنت، وبالتالي يبقى التسليح اقل، في نفس الوقت البلاطه بتبقى ريجن كويس. طيب احنا هنا مش محتاجين نعمل كده. تمام؟ ليه؟ هنعرف ليه لما نكمل المبنى، هنعرف ان بقيه المبنى ممكن يتحل سوليد سلاب ويبقى رخيص وحلو، وفي نفس الوقت احنا هنا عندنا فرصه ان احنا نحط كاميرات داير ما يدور، داير ما يدور البلاط، وكمان كاميرا في النص ما تمنعش. تمام؟ لان احنا هنا تحتها حيطه، وبالتالي لو حطينا كاميرا في النص مش هيمنع. طيب بما ان احنا رسينا ان احنا نعمل كاميرات، يبقى الاختيار ما بين سوليد سلاب وهولو بلوك. سوليد سلاب قلنا بلاش لان البحر السبعه ده كتير قوي عليها. تمام؟ يبقى هنعمل هولو بلوك. طب نعمل هولو بلوك 2 واي ولا 1 واي؟ انتوا رايكم ايه؟ 2 واي ولا 1 واي يا شباب؟ 2 واي ولا 1 واي؟ كل الناس مصره 2 واي، بس بقى انا عايز حد يقول لي سببين للتو واي. ماشي يا اسلام، انا هرجع تاني اسالك على الملحوظه اللي انت عايزها، بس عايز دلوقتي الناس تقول لي سببين للتو واي، مينيمم سببين. الابعاد متقاربه دي ممكن نعتبرها سبب، يبقى لسه كمان عايزين سببين. محتاجين ربات في اتجاه البلكونه، ده كلام مظبوط جدا. تمام يا باشمهندسين، كل الكلام ده مظبوط جدا. اهم سبب فيهم النسبه ما بين الطول والعرض. جميل. تاني سبب، وجود بلكونه كانتليفر بره، عايزين نطلع له ربات. فانت لو عملت ربات في الاتجاه ده بس تبقى خسرت، يبقى انت اصلا محتاج عشان تعمل في الاتجاه ده. تمام. السبب الثالث والمهم جدا يا جماعه، ان انا بقول لكم ان احنا عندنا هنا حيطه وهنا حيطه، فاحنا محتاجين ربات في الاتجاه ده عشان تشيل الحيطه دي، وعايزين ربات في الاتجاه ده عشان تشيل الحيطه دي. فانت لو كنت عملت وان واي في الاتجاه ده بس، طيب كنت تشيل الحيطه دي على ايه؟ ولو كنت عملت اتجاه في وان واي في الاتجاه ده بس، كنت تشيل الحيطه الثانيه على ايه؟ فبالتالي الافضل هنا ان انت تعمل تو واي هولو بلوك سلاب، ويكون في الاتجاه الكبير ده، الاتجاه اللي انا رايح جاي فيه ده يا شباب، تكون الربات كونتينوس. تمام يا شباب؟ دعاء انت في سنه كام؟ تشيل الحوائط على سوليد بارد، يعني انت تحط السوليد بارد كده في وسط دعاء خريجه. طيب الربات يا جماعه اللي هي ايه؟ بتتقال ايه في المواقع؟ الاعصاب، العصب بتاع الاعصاب. تمام. اسلام كان عنده تعليق، وهنرجع تاني نكمل نقول هجاوب عليك، ثواني بس. اسلام بس كان عنده تعليق، وهذكر السببين. بالنسبه لنوعيه البلاطه، قول لي ايه الموضوع. الهوردي مع السوليد. هيكون في اختلاف في ارتفاع السقف تحت؟ مش فاهمه. لا يعني وضح لي اكتر، يعني ازاي يكون في اختلاف؟ لا لا لا، انا هقول لك على حاجه،
ماشي ماشي، كمل كمل. تمام ماشي، انت قصدك بالنسبه لبقيه المبنى يعني. اه بص بص يا اسلام، ماشي ماشي كلامك مظبوط، بس شوف يا معلم، خلينا اقول لك ايه، انت ما دام انت عندك كاميرا هنا فاصله ما بين الاثنين فانت ما عندكش مشكله. طب ما احنا بنعمل نفس الحركه دي، بنعمل نفس الحركه دي في الهبوط بتاع الحمام والمطبخ علشان الصرف. تمام صح ولا انا غلطان؟ تمام، فانت لا ما عندكش مشكله ما دام في كاميرا، مش هتحس بالمشكله. السكان بتعود، انت اهم حاجه عارف في الالتيميد، علشان تعمل في النظريه بتاعه الالتيميد بتاعه الخرسانه، يقول لك سيرفيزابيليتي. يعني ايه سيرفيزابيليتي؟ يعني خدميه المبنى، يعني السكان اللي فيه مرتاحين نفسيا ولا مش مرتاحين. تمام، فمن وجهه نظر في من وجهه النظر دي السكان مش هيبقوا حاسين باي مشكله اصلا. وارهنك لو حد من السكان بص وعرف ان السقف ده واطي عن التاني ابدا لان في فاصل. اول سببين يا شباب، احنا قلنا ان احنا عايزين نعمل النسبه بين الطول والعرض زي ما الشباب قالوا، قالت من اتنين واكبر من اتنين. فانت علشان انت كده كده اصلا عندك كل الاتجاهين اكبر من خمسه، وبالتالي لو هتعملها وان واي فانت محتاج تعمل ايه؟ كروس ريب. تمام؟ طيب ما انت بدل بقى ما تعمل كروس ريب وتفصل، طب ما تعمل تو واي وتقلل الديفليكشن وتقلل المومنت على الريبات. تمام؟ يبقى انت كده ماشي، يبقى دي كده الافضل. يعني هي لو اتعملت وان واي يا جماعه هتبقى اغلى لان الريب هتتسلح اكتر. تمام؟ لكن لما تشوفها لما تعملها في الاتجاهين هتبقى افضل. تمام؟ مفيش مشكله. اه على فكره ده مين سيستم تاني جميل جدا، ده فكره تانيه. بصوا يا شباب، ما احنا اللي انت بتقوله ده هنعمله في البلاطه اللي تحت، بس خليني خلي باشمهندس حافظ خلي الحته دي شويه. احنا دلوقتي عايزين نستغل كل الحاجات اللي قدامنا. افضل حل دلوقتي قدامنا انها تبقى تو وي سلاب. السبب التاني ان احنا عايزين نعمل نطلع للكانتليفر، عايزين نطلع للكانتليفر ريبات علشان تشيله. تمام، وبالتالي هنضطر نعمل ريبات في الاتجاه السبعه، يعني ده الاتجاه الكبير. يعني انت لو هتعمل وان واي فانت مضطر تعمل في الاتجاه ده لانه القصير. طب وتعمل ايه في الكانتليفر ده؟ طب ما انت محتاج له ريبات، وده الاتجاه الطويل. يعني لو انت هتعمل وان واي مش هتعمل في اتجاه ريبات، فبالتالي تو واي هو الحل الوحيد اللي يسمح لك انك تشيل الكانتليفر ده. تمام يا شباب؟ الرب يا شباب اللي هو الاعصاب. ابانوب شوف، عارف ايه هقول لكم يا جماعه؟ هي الربات، كل الناس كل واحد فينا دخل بيت متسقف خشب من بتوع زمان. مين فيكم دخل بيت متسقف خشب من بتوع زمان؟ كل الناس اعتقد، اللي هو اللوح والعرق، اكيد الناس كلها دخلت بيوت زي كده. اللي عندنا في البلد، وتروح البلد كده تلاقي الناس كلها مسقفه البيوت لوح وعرق. العرق هو الرب. شوف العروق مرصوصه ازاي ما بين كل واحد، واحد 25 سم او 30 سم، هي دي الرب، هي دي بالظبط فكره الفلات سلاب. كاميرا صغيره بس كتير، بدل ما انت بتعمل كاميرا كل 5 متر عشان تشيل السقف السوليد سلاب، لا انت بتعمل كاميرات صغيره بس كتير، كانك رصيت عيدان كبريت جنب بعضيهم جنب بعضيهم جنب بعضيهم عشان يشيلوا حاجه كتير. كاميرا عرضها 10 سم او 12 سم، سقوطها تقريبا بيبقى 25. تمام ماشي. طيب طيب عايز ارجع تاني الكرييتيف، كان بيقول لو كنا بقى عملناها هولو بلوك بس الكانتيليفر يبقى سوليد. شوف يا سيدي، الحل ده في وجهة نظري انسيف. تمام، انسيف ليه؟ لان انت البلكونه او الكانتيليفر انت محتاج انك تعمل لها، ماشي هقول لك اهو، انت محتاج انك تعمل لها حديد يروح مره ونص طول البلكونه. تمام، ويتجنش ويمشي في البلاطه كل ده. جميل كده. انت بقى هتعمل ده ازاي في الهولو بلوك؟ انت مش هتعرف تعمل ده في الهولو بلوك. ممكن يدخل في البلاطه الهوردي، لكن هتجنشه فين؟
هتجنشه فين؟ هتجنشه فين؟ يعني ما هو لازم يتجنش وينزل تحت تاني، هتجنشه ازاي؟ ما انت عندك مش كل حتة فيها خرسانة، ما انت عندك حتة فيها بلوكات، هتسقطه ازاي؟ ماشي يا باشمهندسين؟ تمام يا باشمهندس. نعمل ايه يا باشمهندس؟ نعملها سوليد ونفصل البلاطة بمخدة مدفونة في البلاطة. ازاي؟ فهمني. انا على فكرة يا جماعة بحب المناقشات دي جدا، لانها بتثري الافكار، يعني ايه، تخلي الناس تفكر، طب وليه لا، طب ما نعمل كذا، وبالتالي مهما يقابلك بعد كده مشروع تبقى عندك افكار كتير. ماشي، قول لي المخدة دي هنمدها من فين لفين؟ على الكاميرا الرئيسية، زي السوليد بارت. بص يا جماعة، أنا هقول لكم على حاجة، والله يا باشمهندس الفلات زي الفل، وكنا خلصنا الموضوع ده من بدري، ولا أنت إيه رأيك؟ طيب أنا هقول لكم على حل تاني يا جماعة ينفع للمكان ده بالتحديد. هقول لكم على حل تاني ينفع جدا للمكان ده. إيه بقى يا جماعة؟ ان احنا نعمل نحمل الكاميرا اللي هي جنب الكابوري دي، نحملها تورشن، يعني نحمل الكابولي عليها تورشن. فاهمين ازاي ولا لا؟ يعني يا جماعة الحديدة بتاعت الكانتليفر، الحديدة بتاعت الكانتليفر بدل ما تدخل في السقف، لا احنا هندخلها في الكاميرا ونلفها زي الكانة بتاعت الكاميرا. تمام، ده الحل التاني اللي في المكان ده، ومفيش حلول تانية بقى على فكرة. والله أعلم. مظبوط، هتشيل تورشن طبعا، لود على الكاميرا بتتصمم صح، زي ما السلم بتتحمل تورشن ساعات، وهنصمم الكاميرا دي تورشن. جميل كده يا شباب، نقدر ننتقل لنقطة تانية ولا ناخد بريك؟ بص يا جماعة، احنا بس هناخد بريك 5 دقايق بالظبط. لا لا، بعد اذنكم، انا عايز اخد بريك. تمام، هناخد بريك 5 دقايق بالظبط واجي. اوكي، عايز الناس في الوقت ده تكون دونت الفايل بتاع الاوتوكاد من على الايفنت لو سمحتوا، علشان خاطر الناس كلها تبقى فاتحة معايا. بعد اذنكم 5 دقايق بالظبط، دلوقتي ساعة 28، انا ساعة 33 هكون موجود. الايفنت بس بعد اذنكم، الدعم الفني اللي يدي للناس اللينك بتاع الايفنت. ماشي، نرجع تاني بقى، ايه، نشوف بقية المبنى نعمل فيه ايه. يبقى خلاص كده اتفقنا هنا تو واي هولو بلوك سلاب. طيب، تعالوا بقى ايه، نتحرك كده بقى، نمشي شوية في المبنى كده، ايه اللي حاصل بقى؟ هنا يا جماعة نعمل ايه في الحتة دي، في المنطقة دي، في هذه المنطقة من العالم؟ انتوا رأيكم كويس كده شوية، ايه رأيكم يا جماعة، نعمل هنا تهبيط للحمامات دي ولا ما نعملش؟ ده مطبخ وده حمام، ايه رأيكم نعمل هنا تهبيط ولا ما نعملش؟ بخسارة تعب يا جماعة. طب واذا انا قلت لكم ما نعملش؟ ما نعملش ليه يا جماعة؟ لأن الصرف اللي فوق، فوق مفيش حمامات في المكان ده. شفتوا بقى؟ هي دي المشكلة اللي على فكرة كل الناس بتقع في الحاجة دي، يعني مش أنا بس عشان دلوقتي مركز في الموضوع. وعامل حسابي إن أوقعكم فيها، بس لكن عادي طبيعي الناس كلها بتقع في الحتة دي. فوق مفيش حاجه نعمل لها صرف اصلا، مفيش هنا حمام، ده المكان ده فوق مفتوح. يعني لو رجعنا تاني هنا كده للاوتوكاد، شوفوا كده هنا فوق في ايه، مفيش حاجه خالص. تمام، يعني مفيش حاجه محتاجه اهبط لها عشان اعمل لها صرف، يبقى مش محتاجه اهبط هنا اي حاجه صح يا شباب؟ طب اعمل ريفريش، طب يا شباب ولا ايه؟ اعمل ريفريش، الدعم الفني قولوا لنا يا شباب نعمل ريفريش.
انا بس خايف اعمل ريفرش وبعد كده نخسر كل حاجه. احمد لطفي رجع اهو. طيب ماشي تمام كده ماشي خلاص. بيتهيألي ان احنا مش هنعمل، بيتهيألي ان احنا مش هنعمل ريفرش. طيب خلاص يا جماعه متفقين ان احنا مش هنعمل اي تهبيط. تمام طيب ايه رايكم بقى نعمل هنا ايه؟ الناس بتقول ايه؟ نعمل هنا سقف نوعه ايه؟ اكيد الناس كلها بتقول سوليد مش كده؟ سوليد سلاب سوليد. طيب هسأل سؤال وجيه، ها عايز الناس كلها تفكر معايا في ثانيتين كده. هو العمود ده، العمود ده ايه رأيكم، ايه رأيكم لو نقلناه هنا؟ عايزين نعمل بس كلاود هنا كده. لو نقلناه هنا ايه رأيكم؟ العمود ده لو نقلناه هنا ايه رأيكم؟ على اساس يعني ان البحر ده يا جماعة ايه؟ يعني احنا لو شفنا كده البحر ده قد ايه؟ 2 متر 82 ده كلام؟ لا يا عم احنا نعمل بحر كده على حاجة تستاهل يعني. ونيجي ناقلين العمود ده هنا، وبالمرة ايه رأيكم نشيل العمود ده؟ ويبقى احنا كده عندنا البحر ده قد ايه؟ يبقى عندنا البحر ده 4 متر. جميل. ونيجي عاملين هنا كاميرا، ونيجي عاملين هنا كاميرا، ويبقى الحته دي سوليد سلاب. ايه رايكم يا باشمهندسين؟ معايا لحد كده ولا لا؟ انا هسيب كده الاوتوكاد شويه عشان خاطر تبصوا تركزوا تاني في اللي انا بقوله. هنقل العمود ده احطه هنا عند الكلاود دي، وكنسل العمود ده اللي انا هعمل عليه اكس ده. تمام. ونعمل هنا كده كاميرا، وهنا كده يبقى ما بين العمود، بين العمود والعمود كاميرا، وما بين العمود والعمود كاميرا، ويبقى عندنا هنا سوليد سلاب. جميلة جدا. ها الناس ايه رأيها؟ جميل. نتأكد من المعماري تحت. ونعمل ايه كمان؟ الناس ايه رأيها في الكلام ده؟ الناس معايا؟ معايا يكتب واحد يا جماعة. ما نغير، احنا اصلا اللي بنحط السيستم. ما نغير السيستم يا عم، احنا اللي بنحط السيستم. طيب خليني كده، بص اكيد ليه لازمة، بس انا اللي بحدد اللازمة. انت مهندس انشائي ولا معماري؟ كرياتيف. معماري ولا انشائي؟ انشائي. بص يا ريس الحته دي بتاعتنا يعني، مع تكون اوفر واحسن وهيريح المبنى. طب انا عايز اقول لكم بقى على كام فايده علشان خاطر نحط العمود ده هنا. بص بقى يا سيدي، شايف انت المكان الفاضي الكبير ده كله؟ شايف المكان الفاضي الكبير ده كله؟ انا ليه اسيبه كده؟ طب اما انا ممكن انقل العمود ده هنا ويكون توزيع الاحمال على العمدان تقريبا متقارب. على فكره يا جماعه مش كويس، مش كويس وانت بتوزع وانت بتحط المين سيستم انك تبقى عارف ان العمود ده هيشيل 50 واللي جنب منه على طول هيشيل 200. يبقى انت كده عندك مش فتل، مش الدنيا مش هتتهد، لكن ده معناه انك ما وزعتش امورك صح، ما وزعتش احمالك صح. المين سيستم الصح اللي تقريبا يجيب على العمدان احمال متقاربه. ليه يا جماعه؟ علشان ما تفرقش في السيتلمنت بتاعه العمود من بتاعه المبنى كله. يا باشا عندك حاجه فطسانه من الحمل وحاجه تانية مش شايله حاجه خالص وقريبين من بعض، تلاقي حصل على طول بعد 5 6 سنين من المبنى حصل تشرخ في الكاميرا اللي ما بينهم. ليه؟ لان السيتلمنت بتاعه الاثنين مختلفه. تمام. ادي اول فايده ان انا انقل العمود ده هنا، ولما نقلت العمود ده هنا وفرت العمود ده، شلته خالص ملوش لازمه عندي. يعني تخيل شوف العمود الواحد في مبنى 4 ادوار هيكلف كم متر خرسانه وكم متر حديد وكم ساعه شغل وكم قصه كتير يعني. تمام. طيب هو بقى هيأثر على ايه؟ تعال بقى اشوف هو هيأثر على ايه. بص بقى انا عشان اعرف هو هيأثر على ايه انا هعمل ايه؟
هاجي واخده كوبي وانقله الاول هنا كده والفه كده احطه بالطريقه اللي تريحنا عشان ما يقفلش الباب ده، لان ده باب يا جماعه. ار او تمام، ونلفه كده شويه ونموفه كده في المكان الصح. تمام. طيب انا هاخد بقى العمود ده كده، هاخده كوبي كده من نقطة ثابتة، زي مثلا ما تكون العمود ده، العمود ده اعتقد ان هو ثابت عند الكل اهو، طرف العمود ده من بره معايا كده يا شباب، وهروح اشوف بقى هو ايه حواره يعني، هيزعل مين هنا. طيب نحطه هنا كده، طيب ونحطه هنا كده، طيب ادي كده البدروم وادي الاول. تعالوا بقى نرجع له تاني. ايه بقى يا جماعه العمود ده هنا زعلني في ايه؟ زعل حد في حاجه؟ احنا هنا في الدور الارضي، في الدور الارضي زعلك في حاجه العمود ده؟ حد معايا؟ العمود زعلك حاجه في الدور الارضي؟ الناشف في الدور الارضي ولا لا؟ لا دي للناس ما شافتش الدور الارضي ولا مش مزعلنا؟ تمام، جاي في حته كويسه. تمام طيب خلينا كده نشوف البدروم، يمكن عامل لنا مشكله ولا حاجه. اهو يا يعني زي الفل يعني، شوف نقلته هنا ظبط الدنيا كلها. طيب اقدر استغني عن ده؟ بص كده على البدروم. اه والله نقدر نستغني عن ده ما دام موجود خلاص. تعالى هنا كده نبص على ده، نقدر نستغني عنه، نقدر نستغني عنه. تمام تمام يا شباب، الناس معايا؟ نقلة العمود دي ازاي لحد كويسة؟ لو نقلة العمود دي الكل موافق عليها يدينا واحد. تمام أشرف بتقول ايه؟ سوف يضر فرش الحمام اعتقد وعمود في منتصف المبنى بين الحمامين والحجرتين. مش فاهمك قوي، خلينا نبص كده على الرسمة. اه هيضر فرش الحمام. طيب ماشي، انا هاجي على كلامك وانزل كده لتحت كده اشوف فرش الحمام. خلينا اعمل لي اون. تعالى يا معلم نشوف فرش الحمام. هو هنا يا جماعة، المفروض ان هو هنا. شوف هيجي هنا ولا يزعل اي حد؟ طيب خلينا نيجي هنا كده، ولا يزعل اي حد، ولا يزعل اي حد. اظن كده براءة يا شباب. تمام كده، هتقل الكاميرا حضرتك لان عليها ارتكازات كتير. انهي الكاميرا دي اللي عليها ارتكازات كتير؟ الباشمهندس اشرف. تمام كده احنا شيكنا كده. اه بالنسبه ان احنا نشيل عمود. اه الكاميرا اللي انا هشيل منها العمود. بص يا سيدي بالنسبه لك، اه قصدك الكاميرا دي؟ لا لا يا معلم، انت كلامك مظبوط، بس الكاميرا دي لما نيجي نعمل اناليسز هتعرف انها مش شايله حاجه خالص، وهي اصلا كاميرا هفا ملهاش لازمه يعني، ومن الناحيه دي فاضيه لان عندها. خلينا نطلع في الرسمه الفاضيه، احنا بنتكلم على الكاميرا دي اللي احنا هنشيل من عندها العمودين دول. احنا يا جماعه بقى خلاص قررنا ان احنا نكنسل العمود ده والعمود ده. تمام، هنكنسل العمود ده والعمود ده، فانت ايه الامن الكاميرا دي مش كده؟ جميل. طيب الكاميرا دي يا سيدي مبدئيا هي كاميرا هفا مش جامده يعني، ليه؟ لانها من الناحيه دي فاضيه مش شايله حاجه، ومن الناحيه دي شايله بلاطين صغيرين متوزعين هنا وهنا وهنا على 4 اتجاهات، او يمكن دي وان واي فمتحمله في الاتجاه القصير، يعني هي اصلا مش شايله حاجه. تمام معايا؟ فلا
ما تحملش همه، وهيبان الكلام ده، وهيبان الكلام ده واحنا بنعمل اناليسس. تمام، متفقين لحد كده يا شباب؟ يبقى احنا في المكان ده هنعمل ايه؟ سوليد سلاب، هنعمل سوليد سلاب وهننقل العمود ده ونلغي العمود ده، مظبوط كده؟ يعني الرسمة ميرور يا باشمهندس. لا هينفع من غير ما افكر ومن غير ما ابص هناك تاني، الرسمة ميرور وهينفع ان شاء الله. نشوف الجراج، ماشي منطقي برضو. هنا هتيجي في المكان ده ما عندناش مشكلة معاها. طيب الجراج، تعالى نشوف الجراج. ماشي خلينا اشيك لك على الجراج عشان تكون مطمئن على الاخر. عدى كده ميرور، هات ده. ماشي بص يا سيدي، ادي كوبي، هات ده كويس كده من نقطة ثابتة اهي. تعال تمام كده، براءة. ده هو اللي مضايق الجراج. ده لو ساعدنا ان احنا نشيل ده، لو عرفنا بعدين نشيل ده، يبقى الجراج كده بقى تمام التمام. يبقى كده طلع كمان في السيف سايت في الجراج. تمام كده، تمام. تمام يا شباب، معانا ناس، معانا حاضر، ماشي يا كرييتيف، حاضر اوكي. اوكي طيب نكمل بقية المبنى. تمام يا شباب، تعالوا هنا بقى ايه، ندخل بقى الحتة المتلعبكة دي. تعالوا ندخل للحتة المتلعبكة دي. ايه بقى اللي هنا ده يا رجالة؟ بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده شباب، عندنا ايه؟ عندنا يا سيدي ادي اوضة، هنعمل لها المين سيستم بتاعها ازاي؟ هنعمل لها مين سيستم سوليد سلاب. ادي عمود، ادي عمود، ادي عمود، ادي عمود. لا ده خلاص هنشيله، شيل ده يا عم الحاج. تمام طيب ما اختلفناش برضو، ما عندناش مشكلة. ادي عمود وادي عمود وادي عمود، وادي كاميرا، الكاميرا دي هترمي عليها. تمام يبقى الكاميرا دي شايلة الكاميرا دي، الناس شايفاني انا بقرب كده اهو شوية، الكاميرا ده اهي متشالة على الكاميرا دي. تمام ماشي طيب، وهنا نعمل ايه؟ هنا نعمل ايه يا جماعة؟ عندنا الكاميرا دي كويس كده، وعندنا الكاميرا دي، حلوة قوي. الكاميرتين دول راميين في هنا، كمر مستمر مرمي على العمودين دول، ادي كده دي شايلة دي ودي شايلة دي، حلو جدا. طيب محتاجين ايه بقى اللي احنا محتاجينه هنا؟ ايه رأيكم في البعد الكبير ده؟ ده كام ده؟ ده 7 متر ونص. ينفع يا جماعة نعمل 7 متر ونص دي كده كده في الهوا كده؟ انا شخصيا شايف ان ما ينفعش، وان احنا محتاجين جدا 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 ضروري يعني ان احنا نحط عمود هنا. تمام وكمان اعتقد ان احنا، وده كده كام بقى؟
اوه كل ده بحر، ده 7 متر و70. رأيكم يا شباب؟ أنا عايز أسمع رأيكم، قولي لي يا جماعة ممكن نعمل إيه؟ رجالة، شباب، مهندسين، هو ايه حضرتك؟ ايه بقى يا معلم؟ لا 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 يا جماعة، قدامنا بالظبط 10 دقايق نحط عمود بين الغرفتين. احنا بصوا يا جماعة، قدامنا بالظبط 10 دقايق، وبعدين مطلوب من الناس كلها assignment الأسبوع الجاي إن تكون عاملة المين سيستم اللي احنا عملناه ده، ومفكرة فيه كويس. ممكن عمود ونقطة تقاطع الكاميرات، تمام. ايه كمان؟ عايز عمود وطول، اخدها كده تمام وهحطه هنا. ايه رأيكم؟ طبعا ايه، عشان بس ما تحسوش بالزحمة، هندلت ده وندلت ده، تمام. ايه رأيكم يا شباب؟ وندلت ده، تمام. الشباب معايا؟ نشوف في باقي الأدوار زي كل مرة، ناخده كده كوبي. ونحطه كده، ناخده كده من مكان ثابت زي ده، ونروح كده نشوف. طلع لنا هنا كده ايه، هيسد الطرق. ماشي يا معلم. ايه كمان؟ تعالى كده نشوف في البدروم. وهنا هيكون في الحتة دي في الجراج. والله شوفوا، في الحتة دي في الجراج مش أزمة كبيرة، بس هو المشكلة هنا في الطرقة دي، تمام. ايه رأيكم نعمل ايه في الموضوع بتاع الطرقة دي؟ لو لفيناه هتتحل المشكلة فعلا. تمام. تمام. حلو قوي الكلام ده. نلفه. كويس؟ طيب. أنا عايز النقطة دي يا شباب، عايزكم تفكروا شوية أكتر في النقطة دي. أنا مش هنحل، يعني مش هنقول إن هو ده الحل الأخير ولا في حلول تانية، بس انا عايزكم بقى تفكروا شويه في الحته دي، تمام. اللي انا عايز اقوله دلوقتي، انا هسيب لكم الحته دي شويه تفكروا فيها، وكل الناس وهي بتظبط اللوحه، انا عايز اللوحه المره الجايه الناس كلها يبقى معاها لوح شبه كده، شالت العمود، حطت العمود، جربت، شافت بايديها، نظفت اللوحه، جهزت اللوحه، طبقت اللوحه على بعضها، عملت الحاجات اللي انا عملتها النهارده، مش اكتر من كده، تمام. طيب اللي انا دلوقتي عايز اقوله، عندنا مشكله تانية هنا في المكان ده، تمام. ايه هي؟ ان احنا عندنا الحيطان اللي بالعرض دي، الحيطان اللي بالعرض دي نعمل فيها ايه يا شباب في وجهة نظركم؟ نعمل فيها، نسقط هنا كاميرات كده بالعرض، مخدات. ها الناس تقول لي، الناس تقول لي ما بقاش معايا غير 2 بس شغالين، الناس نامت ولا ايه؟ فواتير، ممكن فواتير. ايه كمان؟ قمر مقلوب.
كمرات مدفونة، أو نخلي البلاطة فلات. طب أنا هقول لك على حاجة يا باشمهندس حجازي، هو أنا إيه اللي يخليني أبعد فكرة الفلات عن دماغي؟ يعني شوف، في حلول قريبة وحلول بعيدة. حل زي الفلات أنا شخصيا بستبعده. ليه؟ التكلفة يعني كتير كتير، وعشان عشان اشيل حيطة هنشيل لك ابوها. بس نشوف حل تاني، نجرب في حاجة تانية. طيب صح، في هنا حد قال، في حد من شوية قال كمر مقلوب، وبعد كده حد جاوب عليه وقال له الكمر مقلوب هيقفل الباب. مظبوط. بصوا يا جماعة، في الحقيقة في المكان ده لو احنا عايزين نحل الموضوع بالطريقة الأفضل، فإحنا ما قدامناش غير حل واحد اللي هو الفواتير. تمام؟ الهيدن بيم، الهيدن بيم بيجي في البلاطة السوليد اللي هي 12 سم، ما يجيش، محتاج برضو تعليه، وبالتالي بتعلى فوق في البتاع ده، في السقف من فوق، وبالتالي برضو ممكن تقفل الباب. تمام؟ بص يا سيدي، انت بقى ايه بتقول لي الفواتير في الاطوال القصيره، واحنا هنا ما عندناش اطوال طويله. يعني شوف الطول ده كام؟ الطول ده 4 متر، مش كتير، عادي. وده كام؟ زي، لا ده كله، ده كله على بعضيه 7 متر، يعني لو قسمتها على الاثنين يعني 3 ونص و3 ونص. كل ده ما فيهوش مشكله، وده كمان 4 متر، كل ده ما فيهوش مشكله. تمام؟ يبقى انت عندك فرصه ان انت تحط هنا فواتير. الفواتير بتبقى بتحط 3 16 او 4 16 في المكان اللي هيكون فيه الحيط. تمام يا شباب؟ تمام؟ تمام؟ مش تمام. ليه يا باشمهندس؟ فواتير يا بنوب يعني بتكثف حديد في المكان ده. ما نعمل باقي السقف فواتير ما دام بتشيل. مش فاهمك قوي، يعني وضح لي. لا لا طبعا، مش، ما فيش حوائط كتير ممكن تشيلها من غير ما تعمل كمر تحتها. بص يا باشمهندس اسلام، الحته اللي انت بتقولها دي مهمه، بس خليني اوضح لك حاجه صغيره. بص يا سيدي، الموضوع مش بمزاجنا قوي، بس الموضوع فيه شويه احساس. يعني ازاي؟ يعني ازاي؟ مهندس اشرف بيقول برضو كلام مظبوط. يعني ازاي يا ريس؟ يعني انت دلوقتي عندك في البلاطه دي متشاله من الاربع تجناب بكمرات، المسافات مش كبيره، 4 متر مش كتير. الحيطه اللي انت بتحطها 12 سم، يعني وزنها مش ضخم. كويس؟ طيب انت بقى عايز تتاكد 100% ان البلاطه دي شايله والفواتير دي هتأدي معاك اداء كويس. تيجي انت عامل ايه؟ لا انا ولا انت هنحكم فيها، ويمكن في الاخير بعد ما احنا نحط مين سيستم ونقول ان احنا هنا نشيل بفواتير، يمكن انا وانت نطلع غلط. تمام؟ بس مين اللي هيفصل ما بيننا؟ مين اللي هيفصل ما بيننا؟ ان انت تيجي في برنامج الاناليسيس وتيجي حاطط هنا لود لاين وتجرب وتشوف البلاطه شايله ولا مش شايله. اللي انت ممكن تتفاجئ بيه ساعتها ان البلاطه اصلا ممكن تكون شايله من غير ما تزود لها فواتير، ده حديدها الطبيعي. تمام؟ انت فعلا هتلاقي كده. لا لا مش مك... انا باكد لك ان ده هيحصل. انت هتلاقي البلاطه شايله بحديدها الطبيعي من غير ما تزود، من غير ما تحط حديد بتاع ده. فاللي بيحصل ان احنا بنحط الفواتير دي علشان بس كده ايه، تبقى مطمن نفسيا كده وانت حاطط وانت حاطط البتاع ده، انت بتحط الحيطه يعني. تمام؟ على فكرة يا جماعة، عايز أقول إن إحنا في الغالب، طب أنا هقول لك على حاجة بسيطة. إحنا بنقول إن إحنا بنحمل في لايف لود مثلا 200 250 كيلو جرام على المتر المربع. هو في متر مربع أنت عمرك شفت متر مربع متحمل 250 كيلو؟
متر مربع يعني. احنا دلوقتي انت دلوقتي ساكن فوق، قاعد في شقه، عمرك شفت فيها متر مربع متحمل 250 كيلو لايف لود؟ ولا عمرها هتحصل. في المخازن والارشيفات والكلام ده، لان ابدا ما حد مبدئيا المساحه، مساحه الخصوصيه بتاعت الشخص الواحد مش هتقل ابدا عن 50 متر دايره حواليه، 50 سنتي قطر، 50 سنتي دايره حواليه، والشخص الواحد مستحيل يتعدى ال 250 كيلو، يعني ما فيش شخص وزنه 250 كيلو. وبالتالي فانت عندك في الديزاين سيفتي، في حاجات سيف في حاجات كتير، فما تبقاش قلقان وانت شغال، انت بس شيك واطمن ان انت في السيف سايد. ومع الوقت بعد ما تطلع نتائج، بعد ما تشتغل على برامج اناليسز وتطلع نتائج، هتحس بالظبط، لا دي ما تشيلش، دي تشيل، لا الخرسانة تتحمل دي، لا ما تتحملهاش، هتحس انت بالموضوع ده بس شوية بس. تمام تمام يا شباب، الكل معايا؟ هندسة فين الماتيريال؟ والله يا باشمهندس حاضر، الماتيريال موجودة، بس انا احنا دلوقتي كل اللي معانا ماتيريال هو بس الفايل الاوتوكاد، انا ما اديتش ماتيريال تانية، انا كل ده بنتكلم والحاجات متسجلة وموجودة على اليوتيوب. طب انا هحطها لك دلوقتي، انا هحط طبعا في شيتات اكسل، بس لما ندخل بس في الديزاين هديلكم شيتات اكسل. تمام، احنا يا جماعه في الجزء ده من الكورس هنتعلم السيف، تمام، وبعديه في الجزء الثاني من الكورس هنتعلم اي تابس، وفي الجزء الثالث من الكورس هنتعلم الساب. تمام ماشي يا جماعه. طيب هرجع هنا عشان خاطر عايز اعمل حاجه صغيره بس. عايز اعمل ايه؟ احنا دلوقتي عايزين بقى نعمل المين سيستم، احنا كده فهمنا بقى، قررنا تقريبا احنا هنعمل ايه. تمام، طيب فازاي بقى بتعمل الموضوع بقى؟ الموضوع ان انت بقى لازم تشيل الكلام ده، احنا بقى مش عايزين هنا يبقى باين غير الكمر بتاعنا احنا بس والعمدان، احنا مش عايزين حاجه تانية هنا. تمام، ايه يا عم في ايه؟ تمام، شيل ده، مد ده كده لحد العمود، ادي كده ايه في الكاميرا. تمام تمام ماشي. طبعا ما فيش شبابيك، شيل الكلام ده. تمام شيل الكلام ده، وتيجي عامل اوفست 0.125 12 ونص. تمام، وتشيل الكلام الفاضي ده. خلاص بقى ايه، احنا عايزين بقى ايه المين سيستم بتاعنا يبقى ظاهر، شيل كل الكلام ده. تمام، مد الخط ده كده شوية لحد الآخر كويس، ونعمل له هو كمان اوفست، نيجي شايلين الصغير ده. تمام، طيب العمود ده مش راكب يا جماعة، الكاميرا دي مش راكبة على العمود. طيب هيحصل حاجة لو حركت العمود ده كده شوية؟ اعتقد العمود ده مش هيزعل اي حد في الحياة، خالص لو حركنا كده شوية، وهنبقى نشيك عليه برضو ايه اللي حصل معاه. تيجي شايل كده منه من قلبي كده ايه الحاجات دي. تمام تمام شيل كده الكلام ده، كل الكلام ده خلاص ما يلزمناش، شكرا ليكو. تمام، فرغ العمود ده. انا عايز الناس كلها تعمل كده في اللوحه بتاعتها، عايز الناس كلها اللوحه مين سيستم بتاعه الدور ده جاهزه المره الجايه. تمام يا شباب، الاساينمنت مهم، انا عايز الناس كلها تستفيد، فلو سمحتوا محدش هيستفيد غير لما يعمل بايديه.
ماشي يا شباب، انا كده عملت المين سيستم للمكان ده، ادي كاميرا 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 كاميرا، وادي كاميرا كاميرا كاميرا، واعمل لدول اكستند كده، واللي ناقصه حاجه في الاوتوكاد يا جماعه يقول لي هنوفر على الموضوع. تمام، ادي كده ايه، ادي كده بلاط، عايز المكان كله يبقى كده. تمام يا شباب الناس، الو تمام كده، تمام. الناس بدأت يبقى عندها خلفية عن المين سيستم، بدأت تفهم يعني ايه بيتفكر فيه ازاي، بنروح الموضوع من انهي ناحية، الفكرة بدأت تتفتح، بدأت تنور كده. تمام يا شباب ماشي، يبقى احنا كده ان شاء الله ميعادنا ان شاء الله الاربع الجاي، ومن بعدها ان شاء الله هيبقى حصتين، هيبقى مرتين في الاسبوع، هنشد بقى جامد شويه. المره الجايه بعون الله الناس كلها تبقى عملت الدور ده مين سيستم. المره الجايه احنا هنكمل المين سيستم بتاعت باقي المبنى، والمره اللي بعدها عايزين تأجل فترة الحج. فترة الحج هيكون الأربع جاية اللي بعدها، يعني أنت عايز مرة واحدة نأجل مش كده؟ مفيش مشكلة إن شاء الله. لو الناس ما عندهاش مشكلة إن إحنا نأجل، مش هنأجل، هنأجل. بس خليني أقول لك على حاجة، إن كل المحاضرات متسجلة. فأنت مش هيكون عندك مشكلة خالص إن أنت تلاقي الموضوع يعني. تسمعه هيفوتك محاضرة واحدة تقريباً وتكمل معانا. عموماً هنشوف ساعتها إيه اللي هيحصل يعني. يعني لسه من دلوقتي بتتسجل كل المحاضرات يا جماعة. يا جماعة أكاديمية الدارين حاجة هاي بروفيشنال، كل حاجة عندهم متسجلة ومتجدولة ومعمول لها بلاي ليست، وهتلاقي المحاضرات كلها متجمعة في مكان واحد، كله تمام. تمام يا شباب، فهتلاقوا كل حاجة موجودة أكيد. الناس كلها الاساينمنت بتاع المره الجايه محدش يزوغ يا جماعه، وان شاء الله المره الجايه هنخلص المبنى كله مين سيستم، والمره اللي بعدها هنبدا نشن محاضرتين، هنفهم السيف كله تماما 100%، وبعد كده نيجي واخدين المبنى بتاعنا ونروح نحله على السيف. لا لا لا، اعمل الكاميرات كلها 12. تمام اوكي يا شباب، اي استفسار من اي نوع؟ احنا في الدور، بص يا باشمهندس ميار، احنا في اخر دور تمام، فما فيش مانع انك تبقى عامله كله 12 مخدات. مخدات يعني، بصوا يا جماعه، هو مخدات دي التعبير الدارج اللي هو اللي بيبقى في الموقع عن الهيدن بيم. معاك زي ما انت عايز. الكورس على فكرة انا نفسي يكون الكورس بالليفل الابسط ليفل، بحيث ان اي حد في اي وقت يتفرج عليه، كان طالب اولى مدني، كان طالب مدني،
كان حد متخرج وعايز ياخد خلفيه عن التصميم يفهم الموضوع. الكاميرا المدفونه او الهيدن بيم دي يا جماعه، ما احنا بنكون مبين بقى الموضوع كتير في الهولو بلوك سلاب، تمام. استخدمها طبعا، الهيدن بيم ليها تصميم زي الكاميرا العاديه خالص، بس بيكون كل الفرق ان انت عندك العرض هو الكبير والدبس هو اللي قليل، فبالتالي الدي بتبقى قليله، وبالتالي عشان تعوض الدي بتحتاج حديد اكتر. وبين قوسين عايز اقول ناس كتيره بتعمل مخدات في السايت، اللي هو ايه اللي هي الهيدن بيم، يعمل لك 60 سم في ارتفاع السقف ويحط فيها كانه ويحط فيها 6 12 ولا 6 16 ويعتبر ان هو عمل مخده. الحاجه دي مش شغاله، الحاجه دي مش مخده، الحاجه دي مش هيدن بيم نهائي، ولا هتعمل اي حاجه مع السقف. ولو عملت لها موديلنج مظبوط، لو عملت لها موديلنج مظبوط في برنامج اناليسز هتلاقي انها مش شغاله تماما. ليه يا جماعه؟ لان سر الكاميرا وقوتها في السقوط بتاعها. طيب لو ما كانش ليها سقوط، كميه حديد كبيره جدا جدا. الناس اللي صممت قبل كده هيدن بيم تعرف ان الهيدن بيم بتاخد كميه حديد غير طبيعيه، وهي مكلفه جدا. تلاقي محطوط فيها 25 سيخ فاي 16 كده، يعني رقم كبير، تمام. يا جماعه المخدات بالمنطق، تمام. فهي دي، هي دي المخده. المخده ان انت بتعوض دبس الكاميرا في الحديد، وبتعملها طبعا بتحاول طبعا تعرضها اكتر واكتر عشان تحاول تقلل في الحديد. احنا اكيد اكيد، بصوا يا جماعه، ان شاء الله هنتناول، عشان بس الناس اللي ما حضرتش معانا المره اللي فاتت، احنا ان شاء الله هنتناول كل العناصر الانشائيه اللي تتخيلوها لحد ما نوصل للديب بيم، الكاميرات العميقه، لحد ما نوصل للشير وول، لحد ما نوصل للكور. هنصمم زلازل، هنعمل سيزميك اناليسز، هنحل فريمات، اقول لكم ايه، هنصمم، عارفين يا جماعه الرابطه الهنج اللي بتبقى ما بين الفريم والقاعده، هنصممها، هندوس. بس انتوا عايز الناس تبقى مركزه معايا، تعمل زي ما بنحكي، تعمل الاساينمنت، الناس تشتغل بايديها، لان بعد وقت، بعد كمان كام يوم، كام حصه، لو انت مش شغال بايدك هنقع من بعض خلاص، انت مش هتبقى فاهمني، وانا هبقى بتكلم في حتت بعيده، وهتلاقي نفسك زهقت وطلعت من نص المحاضره ومش مكمل وحاسس ان الموضوع فاتك. فيا ريت الناس كلها تشتغل بايديها، وهو ده الاهم. الفواتير يعني تزودي، مظبوط. لا لا، تحت امركم يا باشمهندسين، ان شاء الله. محاضرتين ان شاء الله من بعد موسم الحج، يعني ان شاء الله الاربع الجاي، لا اللي بعديها، هيبقى من بعديه محاضرتين. اتفضل. عايز شغل تصميم؟ عايز تشتغل تصميم؟ انت لسه رابعه مش كده؟ شوف، هقول لك على حاجه. شوف، هو محدش الصراحه مهما انت عملت في الكليه، محدش بيختار ايه اللي بيحصل بره، تمام. يعني بعد التخرج، طرق اساسات ولا صحيه؟ مش حاطط ليه خرسانه في حساباتك؟ انا بشوف ان خد في الكليه الحاجه اللي انت شايف انك حاببها، بغض النظر، اوعى تفكر في السوق، اوعى تفكر في السوق، واوعى تفكر في انهي شغلها اكتر وانهي مش عارف ايه. انسى الموضوع دي خالص، لسبب بسيط، ان مشروعك ما بيحتمش عليك في الشغل اي حاجه خالص نهائي، تمام. انا كنت مشروع خرسانه، اول ما اتخرجت اشتغلت تصميم في مكتب دكتور شاكر البحيري، وبعد كده التصميم بعدين خلاص بقى طول كده في ايدي. ده علشان كده انا بشجع الناس على خرسانه، لان تصميم الخرسانه غير تصميم اي حاجه تانية. تصميم الخرسانه انت ممكن تشتغله برايفت، الكلام ده يا جماعه كده ايه، للحبايب بس. تصميم الخرسانه تقدر تشتغله برايفت او بارت تايم زي ما انت عايز، كويس. لكن الصحيه عارف ايه، لا، يا تبقى في شركه كبيره، لان هو برضو ايه، على شغلهم مش كتير،
صحيه وطرق شغلهم مش كتير، فيا تبقى يا تبقى شغال في شركه يا اما لا. لكن الخرسانه بيشفع لك ان انت بتلاقي شغل تنفيذ كتير جدا في مصر، تلاقي في السعوديه، تلاقي في كل حته، تلاقي شغل تنفيذ خرسانه كتير. ولما يكون كمان معاك تصميم خرسانه فانت تقدر تشتغل برايفت اكتر، تمام، مكاتب بالليل، بار تايم زي ما انت عايز، كويس. لكن ناس كتير اصحابي كانوا مشاريع صحيه وطلعوا اشتغلوا في الخرسانه، وناس كتيره كانت مشاريع اداره وطلعت تشتغل في الصحيه، وناس كانت مشاريع ماتيريال وطلعت تشتغل في الطرق. فما فيش رابط، خد اللي يريحك. انا بنصح الناس بالخرسانه لان انا بشوف ان الخرسانه برامجها يعني انا بحس انها بيبيولار اكتر، معروفه اكتر، الناس بتعلمك برامج اكتر، بتعلمك كمبيوتر اكتر وهكذا. يعني مفيش يعني في البرسبكتيف تصميم ايه؟ تصميم الخرسانه ولا تصميم الطرق؟ ماشي، شكرا يا جماعه، السلام عليكم، وانتم طيبين، السلام عليكم، شكرا يا بنوب.